كنت احكي ويا فالنتينا دا اقولها تذكرين كنا نصلي من اجل الموقف الفلاني؟ قالت لي قلت لها البارحه. دا اقولها انه اليوم على البارحه. دا اقولها اليوم انا شفت النتيجه انه الرب يسوي 1 2 3 4 5. يعجز ليش؟ اللي اريد اقوله ما دا اقول انه اني لكن هو. اللي اريد اقوله شنو؟ اللي اريد اقوله كخدمه الرب انا دا احكيها انه خلينا اجي هذا الوقت نزرع صلوات. صدقوني لما نزرع صلوات راح نحصل. الرب مستحق، صدقوني الرب مستحق. واليوم كنا نحكي همين وحزين حقيقة من داخلي إنه الرب مستحق، لأنه صرنا عادة جدول. أنا داخل من الرب أوكي 1 2 3 خلاص سد الكتاب أو سويت هاي الخدمة وخلاص. أبدا مو هيجي خدمة الرب، كلش صنعت فارق بالتاريخ ومن التكوين للخروج، إنه كل خدام الرب من خلال كلمة رب صنعوا تاريخ، صنعوا أمر عظيم. ليش؟ ما كانوا يخدمون عادي، ما كان عندهم جدول يسوون 1 2 3، لا، كان هو بالمصدر، هو الأساس. كانوا يزرعون الصلوات. يسوع بكل مرة كان يعمل معجزة كان يعوف ويترك بموضع خلاء، صح؟ هيك يقول الكتاب يسوع هو الله، منو أنا وأنت؟ إذا يسوع بكل مرة كان يزرع صلوات، منو أنا وأنت إما نزرع صلوات؟ اللي نزرعه راح نحصده، فخلينا هذا الوقت إنه نزرع صلوات. تعال نرفع قلوبنا، ما أريد أطول عليك، إحنا جايين نسبح الرب، ولا جاي أوعظك أنا، بس حقيقة اللي بداخلي وعصرة في قلبي محتاجين إنه الصدق، إنه نوقف. كنت دا أصلي أنا والفريق إنه يا رب اشعل فينا أشواق. محتاجين هاي نرجع عن محبتنا الأولى. ما دا أقول إحنا ما عدنا محبة، كلمات دا نقولها هواية، بليز افتهموني صحيح، ما دا أقول إنه إحنا ما عدنا محبة، لا، بس إنه نرجع لأشواقنا إلى أشواقنا القديمة. ما دا أقول نرجع للوراء أبدا، نتقدم إلى الأمام بأشواق حارة، نخدم الرب بكل فرح. كنيسة الأولى أعمال 2، أقرأ وأنت راح تفهمني. كان كل شيء مشترك، كان كل شيء، كل يوم كان الرب يزيد للكنيسة، هيك يقول الكلمة، وامتلأوا. ليش؟ كل شيء كان مسبحين، مصلين، متلمذين، كلها هاي كانوا بقلب واحد، بروح واحدة. فخلينا نرفع قلوبنا، خلينا نصلي، تعال صلي ويانا، خلينا نسبح الرب. مدى أدينك آني هذا الكلام اللي آني أول واحد، صدقوني من هذا المنبر ولكل شخص دي يشاهدني، هذا الكلام اللي آني أول واحد. محتاجين إنه روح الرب يشعل فينا هاي الأشواق الحارة. مو هو جدول، مو أنا عندي 1 2 3 اليوم أسوي شغلة والهاي وهاي الشغلة، اليوم علي الخدمة أوكي راح أسوي هيك راح أحكي هيك، أبدا. خلي روح الرب هو، حتى لا تفهمني غلط، مدى أقول لا تحضر، مدى أقول لا، خلي هو روح الرب، خلي هو روح الرب. يا رب أنت كن، أنت كن بالصورة وأني أختفي، أنت اللي تظهر وأنا اللي أختفي. تعال نقول نجفي لك، وارفع قلبك وصلي بيها ويانا هاي الكلمات. نهدي لك إكرامنا، نحمد اسمك يا رب، أنت اسمك الكريم، أنت خلاصنا يا سيد، أنت فديت كل الخطاة، أنت صلبت فدا نفوسنا كي تهدي للموت حياة. أنت اللي متت وقمت ببدالي، كان المفروض أنا اللي أموت، كان المفروض أني اللي أنصلب، كان المفروض أني اللي أتحمل كل هاي نتيجة الخطأ اللي أنا أسويه، لكن محبتك أنت اللي تحملتها على عود الصليب. هاللويا. بها قلبك صلي.